كانش قصدي اقتلها، ما كانش قصدي اقتلها، ما كانش قصدي اقتلها. دوستني في بالغلط، دوستني في بالغلط. مهام، لو عايز المحقق ما يشكش فيك وتحصل على النهايه السعيده، لازم تجيب الرقم اللي في البيسمنت في مود ايانو، وتروح لمود ريوبا قبل ما تقتل اول بنت خالص اللي هي الشبح اللي في الحمام، وتروح للتليفون اللي في غرفه المعلمات وتكتب الرقم ده وتسمع المكامله كامله. وتسمع المكامله كامله. تسمع المكامله كامله. وزي ما انتوا شايفين حاطين خلفيه متحركه. طبعا مش محتاج اقول مين ديت وايه ده، وانا ليه عندي الصوره دي. المهم، لو رحنا على التو دو ليست دي، الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها ومكسل. ايه؟ لا لا مش دي مش دي. وانا فاتح النوتة كده حاسس ان انا واحد من فيديوهات التوتوريال اللي على اليوتيوب. المهم، اول حاجه عايزين نشوف التعديلات الجديده، بعدين نجيب النهايه السريه، بعدين نجرب نقتل كل المدرسه ونجيب النهايه اللي هي الجينوسايد، وننضم لنادي مجلس الطلبه. طبعا بنروح على الصفحه بتاعت ياندري سيميوليتر ونشوف ايه اللي اتحدث جديد. انا مش هقرا كل ده. طيب هنخرج وننزل تحت البيسمنت. الرسالة ديت، اها الرقم ده سكرين شوت. بعدين هنروح على المود بتاع ريوبا، ده التوتوريال اللي لعبناه زمان لما جينا نلعب المود ده اول مرة خالص. التوتوريال بيقولك ازاي تقتل حد وتتخلص من الجثة بتاعته، تتخلص من الأدلة. لكن شايفين البنت دي؟ دي البنت اللي شافتني وانا باخد السكينة وشكت فيا وبلغت عني وخلت القاضي يفضل يمشي ورايا العشر اسابيع. طيب ايه اللي هيحصل لو البنت دي اصلا ما شافتنيش وكده ما بقاش في دليل خالص ان انا قتلت؟ اها تليفون. هنرن على الرقم اللي احنا خدناه سكرين شوت، كان 7 5 0 6 7 5 7 0 8. هنتصل بالرقم ده. اوه اوكي. مين اللي بيكلمني؟ ده حد من المستقبل؟ ده الرقم بتاع سايكو، مش سايكو بتاعتنا، في حد هنا اسمه سايكو في القصة تاني. اوه غيرنا الزمن. اختها. احنا عملنا خلل في التسلسل الزمني، حاجه زي كده، عكينا. وبسبب اللي احنا عملناه ده في حد ظهر اللي هي بتكلمني دلوقتي. المتابعين. يا ترى ليه؟ بالظبط. حصل. هتغير القوانين؟ ده بعد اذنك يعني. بس ايه المقابل بقى ان شاء الله؟ ده
تمام. أيانو، لو أنا جبت النهاية السعيدة وخلفت القوانين بتاعت العالم ده، في ناس هتختفي وفي ناس هتظهر، في ناس مش هتتولد وفي ناس هتموت وفي ناس هتعيش كان المفروض تموت وكده. من ضمن الناس دي أيانو اللي هي بنتي مش هتتولد لو أنا جبت النهاية السعيدة. يعني انت مستفيدة. هضحي ببنتي عشان خاطر سيمباي ليه؟ ايوه طبعا ليه لا، المهم ان انا مبسوطه. انتي ما تعرفيش حاجة. طن 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 طن. يعني برضو في الاول وفي الاخر قتلنا ناس كتير برضو، يعني قلت هجيب النهاية السعيدة وهصاحب الناس كلها وهبقى طيب، بس برضو في ناس كتير هتموت، بس على الاقل مش هبقى قتلتهم بايدي، لكن انا هبقى السبب في ان هم ماتوا، دي حقيقة. آه يا ريت يعني انجزي. تمام، فود اعمل ايه؟ انا هفتكره كويس ان شاء الله، انا ذاكرتي جميلة جدا. تمام، دي الحاجات اللي المفروض اعملها. هناخد المادة ديت من النادي بتاع الكيمياء، بعدين هناخد بلالين من الجيم، بعدين هنصنع قنبلة دخان ستينك بوم، قنبلة معفنة، بعدين هندور على البت شعر احمر اللي هي شافتني وهنهدف عليها القنبلة عشان نمشيها ما تشوفنيش وانا باخد السكينة، بعدين هقتل الرايفل زي ما انا خططت، وفي خلال العشر اسابيع اللي جايين ما تموتيش ولا بنت من الرايفلز، ولازم سمعتي في المدرسة تبقى كويسة، واتخلص من الرايفلز من غير ما اخلص على حياتهم، ولازم اسيب هدايا لسينباي، انا عملت الكلام ده قبل كده وما نفعش، ولازم اعلي اللانجوج والرومانس الليفل بتاعي واقرا مانجا. لو فشلت في انك تعملي كل الحاجات دي انا همسح الخط الزمني بتاعك. اوكي اتفقنا. مش محتاج تشجيع، نعرف كويس انا بعمل ايه. البت اهي، الناس اللي كانوا صادين الطريق اختفوا وقدرت اتمشى في المدرسه براحتي دلوقتي. اول حاجه هنروح الجيم وهنروح ورا هنا وهنلاقي بلالين اهي، خدنا بلالين، ناخد تاني تالت، بعد كده هنروح للنادي بتاع الكيمياء. اهلا اهلا وسهلا، انت ليه شكه فيا من دلوقتي وانا لسه ما عملتش حاجه؟ اهو هو ده، ماشي حلو قوي، ده بتاع كده ريحته معفنه. نروح على الورك بنش، هنحط البتاع ده مع البالونه، ندمجهم مع بعض
عملنا بالونه معفنه. طب انا عايزها ما تشوفنيش ثانيه كده، عشان مش عايزها تشوفني وانا بهدف عليها القنبله. هل كده كويس؟ هبا ها امشي، اقول لك انا احدفها في وشك. امشي بت. امشي. المهم ناخد بقى السكينه دلوقتي ونخبيها كده، محدش شافنا واحنا بناخد السكينه، مفيش اي ادله خالص ان احنا قتلنا اي حد. هيا. تمام، المره دي بقى هنمسح الدم كويس ومش هنسيب ولا نقطه. بص بص بعدين نبص ورانا مفيش حد. لازم نخلص 10 اسابيع من غير ما نقتل حد، ويكون رسوماتنا كويسه وبنحط هدايا لسنباي. رايفل جديده قربت، ما اقدرش اخليها تاخد سنباي مني، لازم اقتلها قبل الساعه 6 يوم الجمعه. انا مش انا هي ليه ملهاش صوت ريوبا؟ عشان ده كلام جديد يعني مختلف. انا مش قلقانه وواثقه في نفسي ان انا اقدر اوقفها، بس انا لازم افضل اتبع التعليمات اللي انا سمعتها من المكالمه بتاعت التليفون. تمام، قالت كلام مختلف. تن تن تن. ايه ده ايه ده؟ مين دي مين دي؟ حد شايف اللي انا شايفه؟ بص 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 بتراقبني. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل لو قتلت حد، هيحصل ايه؟ هتيجي هو تمسح ذاكرتي ولا هتمسح التايم لاين بتاعي ولا هيحصل ايه؟ عايز اعرف الصراحه. عايزيني صاحب الناس كلها، انا اقدر اخليهم يترفضوا من المدرسه والكلام ده، بس لا انا احاول اكون طيب. ثانيه، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ميكو 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 تانية، ميكو تالتة، ميكو رابعة. انا في حد قال لي على الديسكورد على الموضوع ده، انا نسيت. ميكو بقى في 5 ميكو في المدرسة. طب يا جدعان عرفنا احنا هنخش انهي نادي خلاص. انت من امتى وانت بتعزفي على جيتار؟ انت واقفة كده ليه؟ دي الوقفة بتاعت ميكو. You in the mood to play some music? ده مش صوت ميكو. Hell yeah! We kicked ass! The reputation go! عملت اشيفمنت انا عامله قبل كده اصلا، بس عشان كل حاجاتي راحت. طيب دلوقتي السمعه بتاعتنا بقت جميله وعاليه خالص، بتختفي سمعتي. لا طيب عشان ما انساش. ايه ده البت بت 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 مش شاكه فيا مش شاكه فيا مش شاكه فيا، ما تعرفيش حاجه عشان حمار. وهل انت شاكك فيا؟ بتزقني؟ لا لا حشب 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 بيزقني، مش بيزقوني بيزقنيش. دلوقتي عايزين نشوف الرايفل فين ونصاحبها. طيب هنصاحبها ونقول لها تبعد عن سينباي. مهمتك ايه؟ عايزه شربات؟ باش اديها فلوس؟ ينفع، انا مفلس. نعمل شربات. شربات خفيه، اي خدمه. 3 من 50 صداقة؟ ايه ده ايه ده؟ انا هتشل. المفروض بقى ان في مكتبه بنذاكر فيها، هي دي. نقعد نذاكر ونذاكر. ها مفيش كاميرات، مفيش محقق واقف لي بره، والالوان مش باهته، الالوان جميله قوي. الله انا فرحان، انا من كتر فرحتي انا عايز ابوسك. ماشي خلاص. لا لا مش هينفع نحط دي في الفيديو، شيلها. انت شلتها من الفيديو صح؟ قول لي ان انت شلتها. طب يا جدعان بما ان احنا بالليل، نستغل الوقت ده بقى ونروح نشتغل ونجيب شويه فلوس عشان نشتري هدايا لسينباي وندي فلوس للناس عشان يحبونا. بالظبط، انت عشان تعمل صحاب لازم تديهم فلوس، هي دي الطريقه الوحيده. اللعبه دي اكتر حاجه واقعيه في اللعبه دي لحد دلوقتي، ان انت بتدي الناس فلوس عشان تحبك. مفيش حد هنا هيحبك من غير سبب، مفيش حاجه اسمها صحاب. انت عايش لوحدك في العالم ده، محدش بيحبك، كل حاجه هنا شغاله بالمصلحه. اي حد فاكر ان هو بيحبك اعرف ان هو مستفيد منك، ولو انت مالكش لازمه هيسيبك. المهم يلا نروح نشتغل. دلوقتي احنا بقى معانا 100 دولار بحالهم، نروح على محل الهدايا ونجيب لسينباي ارخص حاجه. انا عايز اجيب له حاجه معفنه عشان هو نيتن ما يستاهلش. حط له هديه ورساله رومانسيه. الله، انت هتصاحبيني النهارده غصب عنك، بس بقينا اصحاب. حلو، بما ان احنا بقينا اصحاب، لو قلت لها تروح تبص في اللوكر بتاعتها هتبص. اه بالمناسبه، فاكرين الفوتوغرافر الشرير اللي كان بيهدد اخر رايفل؟ مبدئيا كده هو بيهدد كل البنات ديت مش هي بس. استني استني، اللوكر بتاعتك ما تبصيش فيه. امشي امشي، عايز احط لك حاجه. طب انت مش احنا بقينا اصحاب، ما ينفعش اكلمها دلوقتي، احنا لوحدينا اهو، لازم احط لها جواب يعني. طب امشي بت امشي. الايفل انا صح، انا لسه ما قريتش المذكره بتاعتها، انا لسه ما اعرفش اصلا موضوع الايفل فوتوغرافر دوت. يلا بسرعه 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 بسرعه. حطي ام الشنطه بتاعتك هنا بس، شكرا. تعالى بت تعالى، في حد حط لك فلفل بتاع. يا ترى هتقبل ولا لا؟ Maybe I should meet them. ايوه احنا هنتقابل هنا، هنتكلم قدام الناس هنا. طيب ما كانش قصدي اقتلها، ما كانش قصدي اقتلها، ما كانش قصدي اقتلها. دوس تقف بالغلط، دوس تقف بالغلط. انا لازم ادوسي على اي زرار ليه قدامي واقرا كويس الزرار ده بيعمل ايه. طيب عايزين ما نموتهاش المره دي. اف عشان نغرقها؟ لا، اكلمها ازاي؟ اكلمها ازاي؟ ادوس فين عشان اكلمها؟ الو، ادوس ايه؟ طيب ايه ايه؟ اقف وراها هنا؟ ايه اللي خلاني اقول لها قابليني عند النافوره؟ انا هتشل بجد بجد، انت هتشليني. مفيش اختيار غير ان انا اغرقها بس. اساعدك ازاي؟ was this just a prank؟ لا مش. طب لو قلت لها تاني هتسمع الكلام؟ اوكي. طب الحمد لله مغفله، هتصدق. هتقول ايه؟ دي تاني مره، يا رب يا رب ما تفقدش الامل فيا. ها
What's this? دي تاني مرة حد يبعت لها رسالة. Maybe I should meet. طب الحمد لله لسه غبية راح تشوف تاني. طب افرضي طلع مقلب تاني وما لقيتيش حد. يا غبية النافورة تقريبا بايظة فيها جليتش فلازم عشان اتكلم معاها اختار مكان تاني غير النافورة او اختار مكان يكون مكان خاص مكان ما فيش حد حوالينا ممكن كان عشان النافورة كان في ناس جنبينا وكده هنا بقى احنا خصوصية بقى هكلمها براحتي. اهو ايوه بنتكلم اهو حلو قوي بس كده انا عرفتك موضوع الايفل فوتوغرافر وما اعرفش ايه والشلل ده. طيب المره دي بدل ما نروح نشتغل هنروح مستشفى المجانين. هو انت كنت لسه هقول هو انت مش شايفني من الازاز؟ ايه ده انا المفروض احرق شنطه واحده بس. Where are my eyes? Oh, there they are. بتحصل لي ساعات بكون لابس النضاره وبدور عليها وما الاقيهاش. What the hell? How did this happen? Something like this doesn't just happen on its own. مغفل يلا مغفل. طيب يا جماعة ما حصلش اي حاجة ومهمة عدت على خير جدا وهربنا. بس كده اتخلصنا من الرايفل. هو ده بقى اللي هنعمله مع العشر رايفلز اللي في اللعبة. انا اول مرة تخيلت اتخض من حد بتحبه. ايه ده؟ انا اتطردت من النادي بتاع طوزو. تعالي تعالي بت تعالي بت تعالي هصاحبك انت كمان هصاحبكم كلكم بالعافيه. في شله ولاد هي عايزه تصاحبهم فبتقولي روحي تصاحبي على واحد منهم وانا هبقول لك ايه المهمه بتاعتي. هصاحب حد عشان اعرف اصاحب حد تاني. بعمل مهمه واحد عشان لما اصاحبه واحده تانيه تديني مهمتها. ايه الشلل ده؟ بقينا اصحاب انا وهو. تعالي صاحبت واحد من العيال اللي انت عايزه تصاحبيهم. ايه ده انت عرفت تصاحبي حد منهم؟ انا كل شويه بحاول اصاحبهم بس شايفيني مجرد بنت مش واحده منهم. طب ما تصاحبي بنات زيك. طالما انت عرفت تصاحبي حد منهم يبقى اكيد انت عارفه هم بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. ايه رايك تاخدي حد منهم وتلفي بيه المدرسه وتعرفي ايه الحاجات اللي هو بيحبها والحاجات اللي بيحبهاش. كده هعرف بيحبوا ايه ومش بيحبوا ايه وهعرف اتقرب منهم. حاضر حاضر تعالى يلا هاخدك في لفه. نو بالعافية انت مالكش رأي في الكلام ده. انا مشيت وراك كتير قوي انت ضيعتي وقتي في 60 ده. يا رب يكون ده كفاية. عرفت كام حاجة شغال؟ هي بلا 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 بلا. بص انا عليها حمرا ازاي لما اجي اشغل الراندي ريفيجن. بس عيني شكلها جامد. يا رب ما يشوفنيش يا رب ما يشوفنيش يا رب ما يشوفني. ما اقدرش اعدي من هنا. ليه في حيطه خفيه هنا؟ ريو بحرت الصور وخدت معاها صوره كدليل واتصلت بالرايفل ووريتها الصوره وحرقوها سوا وقدمت لها شاي. نقدم لها شاي عادي ما نقتلهاش وقلنا لها ان احنا بنحب سمباي وقالت ماشي هبعد عنه انت عملت لها خدمه كبيره وبقينا اصحاب بلا بلا بلا. بس اللي بعده ميكو. بتبصيلي بقرف كده ليه؟ انا عارف ان انا زنان وبمشي وراكي في كل حته وبتكلم معاكي كتير بس يعني عيب يعني عيب بجد. بتبصيلي بقرف تاني؟ انا زعلان منك. يا سلام ميكو انا بهزر. انا من اشد معجبينك. انا عارف ان انا سبت نادي الموسيقى بتاعكم وعزفت مره واحده بس وخدت الشهره اللي انا عايزها ومشيت بس يعني انا لسه بحبكم على فكره. او ماي جاد ميكو ما تسيبنيش. لا انت اللي بتجري. انت مش شايفني في لحظه مؤثره دلوقتي بتبوظ اللحظه ليه وبتجري زي الاهبل كده؟ المهم لا انا نفسي المدرسه تهتم بالمكتبه بتاعتنا اكتر من كده. معرفش ليه مفيش ناس كتير بتروح للمكتبه. لو في ناس كتير جت مش هحس ان انا وحيده. انا عملت بوسترات اعلان للمكتبه بس هيبقى شكلي وحش قوي وانا بلف في المدرسه وعمال اعلقهم. مفيش احسن من ان انت تقعدي تقري لوحدك هدوء كده من غير حد حواليك. محرجه تعلق اعلانات فتديني انا اعلقها وانا طز فيا عادي. شكلي يبقى وحش المهم شكلها هي يبقى حلو. بعدين ما البوسترات عليها صورتك. مش فاهم انا يعني شوفي صورتك على البوسترات عادي لك ما يشوفوكيش وانت بتعلقي البوسترات بتاعت الاعلان. هات يا اختي علق لك البوسترات على المدرسه. ده انا لسه هروح اوضه الكمبيوتر اطبع النسخ الاول. تمام حلو قوي. انا علقهم عند السلم. هي قالت فين بقى؟ هنا 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 فين؟ اقومك طيب عشان اعرف اعلقها. اكيد انت السبب في كل حاجه. ما اعرفش انت مين بس انت السبب. انا عملت ايه؟ اهو هنا في سلم تاني صح؟ المدرسة ليها مدرسة ليها أربع سلالم. ماشي نعلق واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا. إيه ده الله في بنت شعرها أزرق. الله ده أنا لازم أصاحبها بقى. خدي 5 جنيه أرجوك صاحبيني أرجوك خدي فلوسي كلها. بين أصحاب. إيه ده؟ ما المكتبة مليانة أهي. واحدة أهي واحدة أهي واحدة أهي واحدة أهي وفي ناس واقفة بره. هو إيه ده اللي حاسة بالوحدة يا عيلة يا كدابة أنت؟ حاسة بوحدة إيه؟ كل دول مش مكفينك؟ يا سلام أنا معايا مدحت في الشقة لوحده ومبسوط بيه قوي. سمباي بقى يحبني خلاص. بس مش هجيب له هدايا تاني كفاية عليه كده. أنا جاي أقعد أذاكر معاك أهو عشان ما تحسيش بالوحدة. يلا أنا قاعدة هنا أهو. افتكرت البت دي اللي طلبت مني اجري ورا مدحت. تعالي مهمتك ايه يا طارة؟ ايه ده مدحت؟ هي حاولت تجري عشان تمسكه قبل كده وما عرفتش فعايزاني اجيبه لها وامسكه انا عشان تطبطب عليه وتحس بتحسن. هو فين الزفت ده؟ ولا 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 مدحت.
جري مني تاني. بيتزفلط. مدحت مدحت عشان خاطري انا كبرت على الكلام ده مش قادر. يعني تعالى بالذوق تعالى بالذوق يلا تعالى تعالى في حضني يلا 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 ياتي يلا ياتي بقى تخط ولا مدحت مسكته مغلبني كده. احنا مش كبرنا على الكلام ده؟ عيب بقى. عقابا ليك هتحضر معايا الحصه النهارده. تعالي مدحت اهو طبطبت عليك. تعالى بقى تعالى تعالى اما اوريك المكتبه. ده المكان اللي انا بذاكر فيه كل يوم. في واحده صاحبتنا هنا زعلانه قوي انها وحيده فلازم اجي اقعد اذاكر معاها. بس اظن هي هتفرح بيك قوي. بص 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 عمال يهز في ديله ازاي. شكله مبسوط شكله بيحب المذاكره. ده الناس اللي كانوا بيقعدوا في المكتبه كانوا بيقعدوا عشان يصعبوا عليا اللعبه وما اعرفش اقتلها. هي يا عيني فعلا بتقعد في المكتبه لوحدها. هي بتسلم عليا عشان احنا اصحاب. بص جبت لك ايه قطه. مش انت ما عندكيش صحاب ووحيده ونفسك حد يونسك في المذاكره؟ الصراحه انا عايز اخلص من زفت الطين ده عشان مغلبني الصراحه. والدراي فود بتاعه اغلى من حياتي. فبما ان انت من عيله غنيه ما اظنش ان هو هيبقى مشكله. انا هحطه لك هنا. انا كنت واخده معايا البيت تاني بس انا زهقت منه الصراحه. يلا يا مدحت لقينا لك صاحبه جديده اهي. يلا خليك مؤدب ما تكسفنيش ماشي؟ اهو جنبك اهو ممكن يجري منك في اي لحظه. لو عايز تمسكيه قولي لي انا بقيت خبير في الموضوع ده. يلا سلامه مدحت في 60 داهيه مش عايز اشوف وشك تاني. الموسيقى دي الموسيقى دي في حد بيعزف في الدور اللي فوق. ثانيه ايه ده؟ دول بيعملوا تمارين مع بعض. ايه ده حلوه دي. دي مهمتها سهله دي هتطلب مني 1000 دولار. اتفضلي يا اختي. ها مين اللي بعده؟ انا عارف مين اللي بعده. طيب اللي انا اكتشفته والحمد لله انا اكتشفت الموضوع ده قبل ما اضيع وقتي على الفاضي وفي الاخر معرفش اجيب النهايه ان انا محتاج عشان اعلي شويه من المهارات بتاعتي مش بس ان انا اذاكر في المدرسه لا ان انا اقرا مانجا. المانجا بتاعت الكبار. وعشان اعرف اشتري المانجا ديت لازم يكون معايا فيك اي دي. فهنعمل المهمه بتاعه الواد ده. مكتوب هنا ان نيتي صافيه ريوبه بريئه خالص بس احنا هنا عشان نصلح الكلام ده باننا نقرا مانجا. هنبوظ اخلاق البيت وبكده نبقى علينا كل حاجات اللي بنتعلمها على الاخر. ايه ده ميكو ميكو معايا في الفصل. الله جريت مني. عامله ايه؟ مهمتك ايه؟ عايزة مساعدة من حد بيحب الاغاني زيها. لازم اخش نادي الموسيقى اللي انا اتطردت منه. طيب بعيدا عن الموسيقى انت عاملة ايه؟ كمال امك انت. اهلا اهلا البنت الوحيدة اهي. عملت ايه في مدحت صح؟ باين على وشك. يا عيني يا بنتي هو عمل فيها ايه؟ ميكو عايز اعزف معاكو. عايز اخش النادي. هو انا عشان اتطردت من النادي ما ينفعش اخشه؟ ايه ده؟ بصي بعرف اعزف اهو انا جميل اهو. طب انت ينفع اخش النادي بتاعك؟ ينفع. اشمعنى؟ بيطلع قلوب. ده بيحبني. انا سمعتي حلوه لوحدها مش محتاج مساعدتك في حاجه. ماشي يا ميكو مش عايز تدخليني النادي؟ كل ده عشان ما عزفتش معاكوا يعني؟ بص مكشره ازاي مش طايقاني. انا هصاحب البنت من غير ما اخش نادي الموسيقى مع اني كنت عايز اعرف هي المهمه بتاعتها ايه. ثانيه بتهيألي عرفت المشكله. ميكو ما بقتش هي الرئيسه بتاعت النادي عشان البنت دي رجعت المدرسه. هي الرئيسه الجديده هي اللي بكلمها عشان اخش النادي صح؟ برضه ما اقدرش؟ عايز اعزف معاهم. اشمعنى؟ ايه ده؟ هي صوتها اتغير؟ صوتها اتغير. هم غيروا المغنيه ولا ايه؟ انت مين؟ اعترفي. انت مش اي اللي انا اعرفها. انا اصلا مش عايز اخش الفرقه المعفنه دي. 10 seconds later. طب هعيط. مين هنا الرئيسه؟ انتي؟ لا ولا واحده فيكو. طب انتي؟ ده كل عشان بطلت اغني معاكم كام يوم خلاص طلبتوني بقيتوش تحبوني بجد؟ بت عايز اخش النادي. منك لله كنت بحبك. انا بجد غلطان. انتي وهي. انا هتشهر لوحدي وهعمل البوم اغاني ليا لوحدي وهغطي عليكم كلكم. مين محتاج لكم اصلا؟ تعالي انت البت اللي رفعتناها. ايوه انا فاكرك. ايه ده هي اوريدي بتحبني ليه؟ هي ليه بتحبني؟ يمكن عشان انا جايب درجات كويسه في كل المواد. انا عارف ان هي دي البت الشاطره اللي بتقعد تتكلم مع المدرسين وسمعتها كويسه ومعروف انها شاطره وبتطلع الاولى والكلام ده. فيمكن انا لما قعدت اذاكر وكده وعليت مستواي في كل حاجه في كل المواد طلعت انا كمان من الاوائل فبقت شايفاني حد كويس او مثل اعلى. ممكن يكون برضو عشان انا ما فوتتش ولا حصه من ساعه ما بدات اللعبه ودايما باجي الفصل بدري في ميعاده. ايه ده؟ وانا قلبي بيدق ليه؟
في ايه؟ هو انا كمان بحبها ولا ايه؟ لا 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 اللعبه مش ماشيه كده. انت قلبي بيدق ليه وانا قلبي بيدق ليه انا كمان؟ ممكن عشان سينباي كان قريب مني. بس خلاص صح دلوقتي ينفع اكلمك عادي؟ طب الحمد لله انا شكيت. مهمتها اروح اجيب كتب من المكتبه واوزعها على الفصول. ده مش غلط اللي انا بعمله صح؟ مش غلط مفيش حد شاكك فيه. انا باخد كتب عادي يعني عادي جدا. تعالي. لا ما تخشيش اوضه المدرسين مش عارف اخش وراك. بتفكرني بابتدائي كانت البنات بتضايقني وتروح تجري على حمام بنات عشان ما اعرفش اخش وراهم. ليه ترجعي لي ذكرى زباله زي دي؟ عملت لك موضوع الكتب. بس هدفك بالطوب على دماغك انت سبب المهمه المقرفه دي. اول واحده هقتلها لما اجي اموت المدرسه كلها. تعالي انت ايه قصتك؟ الناس كلها بتحبني. لازم اكون صاحبت على الاقل 10 اشخاص في المدرسه. سهله ان انا صاحب الناس العاديه اسهل بكتير. اخيرا ها صاحبت 10 اصحاب. ها ايه المهمه المستفزه دي؟ عشان اصاحب 20 حد واعمل لهم المهمات بتاعتها. بتقولي عشان تكبري في نظري لازم تخلي ناس كتير فرحانه ومعرفش ايه والهبل ده. تصدق الراجل وحشني؟ بتتكلم من غير ما اتحرك بوك ازاي؟ كان عامل لي ونس. ايه بقى؟ كنت اقعد ارخم عليه كل يوم وانا خارج من المدرسة. طيب المفروض ان البنت المحققة جات المدرسة عشان تحقق في جريمة قتل وكانت شاكة فيا. دلوقتي ما حدش يعرف اصلا ان انا قتلت وما حدش يعرف ان اللي حصل ده كان جريمة قتل وفاكرين ان البنت مفقودة كل ده. ايه اللي هيخلي الرايفل للعشرة تيجي المدرسة؟ هنشوف. Today I'm going to tell him today. Senpai. ايه ده؟ Please accept my feelings. ايه ده؟ البنت ما جاتش؟ الرايفل الاخيرة؟ اخر رايفل ما جاتش؟ ايه؟ انا كده هجيب نهاية سعيدة؟ نهاية سعيدة؟ جه اليوم اخيرا. بتاخد نفس عميق وبتعترف له بحبها ووصفت ازاي هي حاسة تجاهه وانها مش قادرة تعيش من غيره. ولما خلصت كلام اخيرا فضلت مستنية متشوقة تسمع الرد بتاعه. قال لها ايه؟ مفيش اي حاجه حصلت جرحت مشاعره تخليه انه يمتنع من انه يحب حد. عشان انا كنت بقعد احط له هدايا وكده. هو عارف ان انا محبوبه من كل الناس. كل البنات تجاهلته وابتدى يشك ان في عيب فيه هو. كان المفروض انوع. كان شافوه ده هتخلص منهم كلهم بنفس الطريقه. طب تمام هيحصل ايه؟ بص لها وابتسم ولا ان هو كان بيحبها. ريوبا بتعيط والاعتراف بتاعها اتقبل. بس ابقى عشان اعيط انا كمان معاك. الله هابي اندنج. عملتها هي نجحت. اخيرا نجحت وصلت للنهاية السعيدة على الاقل في الخط الزمني ده. ودي كانت النهاية السعيدة لياندري سيميليتر. وطبعا القصه بتخلص على كده لان ايانو مش هتتولد. ايه ده؟ الله يبارك فيك. شكرا شكرا. انا عارفه كويس انا عملت ايه وما عنديش اي مشكله. تي ولعوا الناس خليهم يموتوا كلهم. مهم ان انا مبسوطه. انا عملت خلل في الخط الزمني عادي. بدمرتي خط زمني طز.
وضحيتي بوجود بنتك المستقبلية. دلوقتي بنتك موجودة برا الواقع زيي، ودلوقتي اللعبة هتكرش، اللعبة هتكرش، اللعبة هتقفل في وشي. لا اوكي تمام، اللعبة قفلتش في وشي. بس يعني هي انا الروح بتاع بنتي خرجت برا الواقع وهي هتعمل فيها حاجة في 60 دقيقة. مهم ان انا مبسوطة. بقى لي اكتر من 10 ساعات بصور. انا هقصقص الفيديو بطريقة بحيث ان محدش فيكو يحس ان انا قعدت 10 ساعات على الجهاز فتح اللعبة بختمها من اول وجديد. بس على الاقل عرفت اختمها في يوم واحد، عشان الناس اللي كانت بتتريق عليا بتقول ان انا قعدت سنة عشان اخلصها. خلصنا اللعبة في فيديو واحد بس وجبنا النهاية السعيدة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، عشان لو ما عجبكمش and it is too late to climb back.